يقول السائل: شقيق زوجتي أساء لي إساءة كبيرة وأهانني، فقمت بمنع أولادي وزوجتي من زيارته، ثم سمحت لزوجتي وأولادي بزيارته، ولكني أقاطعه عن نفسي فقط، فهل أنا قاطع لرحمي؟ نعم، عليك بصلة رحمك، وإن أساء إليك اعف عنه واصفح، من عفا وأصلح فأجره على الله، فصل رحمك وإن أساء إليك وأنت مأجور في هذا، ولا تقاطعه.